وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. النهاردة في ارتفاع في نسب الرطوبة بيزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ده هيكون عن المتوقع بقيم بتتراوح من 2 لـ3 درجات. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على تليفون الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان في ارتفاعات في نسب الرطوبه من 2 لـ3 درجات، ده هيزود احساسنا بدرجه حراره الطقس اللي المفترض النهارده على القاهره العظمى 39. بالتاكيد احنا طوال الاسبوع ده زي ما بنعلن في نشراتنا دايما انه مستمر معانا ارتفاع درجات الحراره عن معدلاتها الطبيعيه، بقيم بتصل الى 3 ربما 4 درجات. ايضا يمكن بالامس سجلت القاهره درجات حراره عظمى في حدود 39، وربما مناطق من القاهره سجلت 40 درجه مئويه. يعني بالفعل درجات حراره اعلى من معدلها بمعدل حوالي 3 لـ4 درجات. بالتاكيد كلنا حسينا بالامس بارتفاع كبير في درجات طبعا. الحراره. ويمكن العديد من الناس بدات تتساءل ان درجات الحراره اللي حسوها امبارح اعلى من ال 39 اللي تم تسجيلها، ده بالتأكيد بسبب ارتفاع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ جدا على أغلب مناطق الجمهورية. وزي ما دايما بنقول إن نسب الرطوبة خلال التوقيت ده من العام بتزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بمعدل بيصل لـ3 درجات. يعني 39 درجة اللي سجلتها القاهرة امبارح ممكن نشعر بيها وكأنها ربما 41 أو 42 صحيح. درجة مئوية. دي بالفعل درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير جدا. وزي دايما ما بنقول ان نسب الرطوبه اعلى قيم ليها بتكون على السواحل الشماليه، سواء خلال ساعات النهار او خلال ساعات الليل، وبالتالي بنشعر بدرجات حراره على السواحل الشماليه بمعدل 35 وربما كمان 36 درجه مئويه. دايما بنقول ان السواحل الشماليه هي الاقل في درجات الحراره مقارنه بباقي مناطق الجمهوريه، لكن الاعلى في نسبه الرطوبه. بالظبط الاعلى بحيث نسب الرطوبه لانها مطله على البحر المتوسط. طب يعني نسبه الرطوبه هتوصل لكام النهارده يا دكتور؟ يعني نسبه الرطوبه في المعتاد خلال التوقيت ده هتوصل على السواحل الشماليه قد تصل ل 90%، ده بيكون خلال ساعات الليل. دي بتكون اعلى نسب رطوبه، وخلال ساعات النهار بتكون نسب الرطوبه على السواحل الشماليه في حدود 30 لـ40%، وكلما اتجهنا للمناطق الداخليه زي القاهره وشمال الصعيد بتبدا تقل نسب الرطوبه شويه علشان تكون اقل نسب رطوبه على المحافظات الجنوبيه وهي محافظات جنوب الصعيد. في المقابل جنوب الصعيد بتكون عليه درجات حراره مرتفعه بشكل كبير جدا. طيب انا عايز اعرف من حضرتك، الموجه الحاره دي هي مستمره معانا لنهايه الاسبوع، هل يا ترى يعني سوف تلحقها موجه حاره اخرى، ولا ممكن درجات الحراره تنخفض على نهايه الاسبوع شويه مع نسبه يعني الرطوبه؟ احنا بنتكلم انه لحد نهايه الاسبوع ده درجات حراره هتظل مرتفعه، 39 بالنسبه للقاهره. يمكن فعلا بدأنا نشوف ده كتير واتكلمنا عنه كتير طول الموجات، يعني ما بقاش الارتفاع ده ومتتالية يوم او يومين. بالفعل يعني اكتر من اسبوع، احنا بدأنا ارتفاعات من يوم الجمعة الماضي من نهاية الاسبوع اللي فات، صح، مستمرة معانا حتى يوم الجمعة الحالي نفس سيطرة منخفض الهند الموسمي مع المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا. لكن من يوم السبت الخرائط بتشير الى بدايه اختلاف او تغيير شويه، مش تغيير كبير، في مصادر الكتل الهوائيه. وبالتالي ما نقدرش نقول ان يوم السبت هنشعر بانخفاض كبير، لا، هتبدا درجات الحراره تنخفض بمعدل طفيف مش بمعدل كبير. هتبدا العظمى على القاهره من يوم السبت تكون 37 درجه مئويه او ما بين 37 ل 36، يعني هتظل الاجواء شديده الحراره مع ارتفاع نسب الرطوبة اللي برضه هيخلينا نحس بان ال 36 او ال 37 عالية. كانها مثلا 39 درجة مئوية، يعني مش هيكون الانخفاض الكبير، لكنه على كل حال هيكون افضل حالة من درجات الحرارة اللي احنا بنشهدها خلال الايام دي. احنا دلوقتي بقينا بنقول يا رب نسبة الرطوبة هي اللي تقل مش درجة الحرارة اللي هي اللي تقل، يعني من كتر ما هي فعلا هي اللي بتزود احساسنا بحرارة الطقس بشكل كبير. طيب فترات الليل بقى هنلاقي نسمة الصيف كده ممكن كويسة شوية، خصوصا ان احنا يعني بنتمتع طول النهار بجو شديد الحرارة. يعني خلال ساعات الليل كلنا ملاحظين برضو حالة من الدفء أو الطقس بيميل للحرارة خلال ساعات الليل على أغلب مناطق الجمهورية. نتيجة بالفعل أنه بالليل بتكون درجات الحرارة مرتفعة عن معدلها الطبيعي، بالإضافة لأن أعلى نسب رطوبة بيتم تسجيلها بتكون خلال ساعات الليل،
وده كله بيخلينا نحس خلال ساعات الليل بالاجواء مائله للحراره بشكل كبير جدا. لكن ممكن في المناطق المكشوفه، المدن الجديده، المناطق المفتوحه، بيكون في بعض نسمات او هبات الرياح اللي بتخلينا نحس شويه بشيء من تلطيف الاجواء. لكن على كل حال الاجواء خلال ساعات الليل بتكون اجواء مائله للحراره نتيجه ارتفاع درجات الحراره مع ارتفاع نسب الرطوبه، وبتكون الصغرى على القاهره طول الاسبوع ده ما بين 27 ل 26 درجه مئويه مع ارتفاع درجات الرطوبه او نسب الرطوبه، وبالتالي بنحسها اعلى من كده بشكل كبير طبعا. عشان كده بنقول للعديد من الناس اللي بتتاذى بالفعل من ارتفاع نسب الرطوبه في الجو، بننصح دايما بالتواجد في اماكن جيده التهويه اثناء ارتفاع نسب الرطوبه. يعني بالليل نقدر نفتح البيبان او الشبابيك بشكل ملحوظ علشان يبدا في اي حركه للهواء، ده بيقلل احساسنا شويه بالرطوبه. الخروج في الاماكن المفتوحه او المكشوفه، كل دي بتساعد على تقليل احساسنا شويه او بتخفف احساسنا شويه بارتفاع نسب الرطوبه. صحيح. طيب يعني احنا دلوقتي بدأنا موسم الصيف وناس كتيرة قوي في المصايف، حابين نطمن من حضرتك أخيرا عن حالة البحار، البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. حركة الملاحة على البحرين معتدلة تماما، وارتفاعات الأمواج لا تتجاوز 2 متر، ودي بالفعل بتكون مؤهلة لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية بشكل ملحوظ. لكن ربما على نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع اللي جاي يكون في بعض الاضطرابات او ارتفاعات الامواج على شواطئ البحر المتوسط، وايضا على مناطق من خليج السويس وبعض المناطق من البحر الاحمر. ده زي ما قلنا هيكون على نهايه الاسبوع ده وبدايه الاسبوع اللي جاي. علشان كده بننصح المستطيلين على الشواطئ بتوخي الحذر التام، ودايما بنقول اتباع تعليمات المسؤولين عن الشواطئ في حاله رفع الرايات اللي بتمنع الدخول الى اعماق معينه داخل البحر. لازم طبعا نتبع التعليمات لان ده بيكون بالتنسيق مع هيئه الارصاد الجويه. طبعا مش هننسى النصائح اللي دايما بناكدها في حالات ارتفاع درجات الحراره، وهي تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فترات طويله خاصه فتره الذروه، واللي يضطر للخروج ارتداء غطاء للراس وشرب كميات كبيره من الميه والسوائل. ولازلنا بنؤكد علشان تفادي ارتفاع نسب الرطوبه التواجد في اماكن جيده التهويه قدر الامكان. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياطي عضو مركز الاعلام بيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من العاصمه القاهره والعظمى 39 الصغرى 27، العاصمه الاداريه 39 26، الاسكندريه 33 23، العالمين الجديده 32 23، مطروح 31-22، دمياط 33-25، بورسعيد 32-24، الإسماعيلية 40-26، السويس 39-25، العريج 32-23، كاترين 36-17، طابا 38-26، حلايب 40-31، شلاتين 42-30، شرم الشيخ 43-32، الغردقة 42-32، الفيوم 40-26، بني سويف 40-26، الوادي الجديد 45-27، أسيوط 41-27، سوهاج 43-27، قنا 43-28، الأقصر 44-29، وأخيرا أسوان 45-30. يعني احنا مستمرين في الموجة الحارة وارتفاع نسب الرطوبة هذه الأيام، بنأكد مرة تانية ان احنا نقعد في أماكن جيدة التهوية، شرب كميات كبيرة من المياه، وأيضا كمان عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة الصباحية لكبار السن والأطفال. ولطلبة الثانوية العامة ناخد معانا كميات كبيرة من المياه الساقعة كده علشان نبقى في لجان الامتحانات، ونحافظ على ان يكون الأجواء جيدة التهوية عشان نقدر نركز في حل الامتحانات، وبالتوفيق للجميع. هرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى علشان نكمل معاكم فقط صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.